السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة شباب معانا موقع تعدين على عملة البيتكوين. الموقع ممكن تشتغل عليه مجانا وباستثمار. دي واجهة الموقع يا شباب، زي ما انتم شايفين دي احصائية الموقع. هننزل تحت كده، الموقع فيه خطة بتبدأ من 121 على 100. دي الخطط يا شباب الموجودة في الموقع. الخطة لو نفت تدينا 7% لمدة 30 يوم، يوميا بتدينا 7%. الخطة التانية لمدة 60 يوم، يوميا بتدينا 84%، 0.84%. وكل خطة لما بتعلى في الأيام تكون أعلى في الربح. وزي ما انتوا شايفين كده لحد آخر خطة بتدينا 180، لمدة 180 يوم بتدينا 1.025%، 1.025%. دي بقى يا شباب هنا بيقول لك الربح. دي خطة مجانية، الموقع لأي حد بيسجل عليها بيديها له. وهنا دي الإحالات 4%. وهنا فيديو يوتيوب، لو عملت فيديو يوتيوب واتقبل عندهم بيديك 100,000 ساتوشي هدية مستثمرة في الموقع. دي مستويات يا شباب، مستوى أول تاني تالت رابع. وفي معلومات هنا لو تقدروا تترجموا الموقع وتقدروا تستفادوا منها. هنا ده بيقول لك هنا المدفوعات في الموقع، آخر مدفوعات بالتاريخ، لو حسبتوا كده هتلاقي تاريخ النهاردة. وهنا دي آخر إيداعات، ودي معلومات عن الموقع تقدروا تقروها. هنا الموقع بيقول لك اديله 40 يوم وشغال وبيدفع، ولسه شايف له اثبات سحب. عشان كده شفته من فتره ما رضيتش اعمل له فيديو، بس لما لقيت ليه اثباتات سحب كتير قلت ان انا اعمل له فيديو الناس تستفاد منه. هنحط هنا شايف رقم محفظه البيتكوين ونعمل دخول. اهو يا شباب انتوا زي ما انتوا شايفين كده الموقع هنا حاسب لي. هنا تقدر تودع في الموقع ومن هنا تقدر تسحب. يعني لو ترجمنا كده باللغة العربية، هنا اهو سحب، وهنا الودائع، الحساب الخاص بيا، هنا رصيد التابع اللي هما الإحالات. طبعا لو هنودع في الموقع يا شباب بنيجي من هنا كده، اهو بنختار الخطة اللي احنا هنشتغل عليها وبنحط المبلغ اللي احنا هنودعه. شوف الخطة اللي احنا هنشتغل عليها، مثلا 30 يوم ولا 60 يوم ولا 90 يوم الاول، وبعد كده بنحط هنا المبلغ اللي احنا هنودعه في الموقع. وبعد كده بننزل هنا نعمل ايه؟ ايداع. طبعا مفيش رصيد لسه، بيحولك على المحفظة المبلغ اللي هتودعه. بتاخد الرقم ده كوبي وبتبعته لهم، بتبعت عليه الرصيد اللي انت هتودعه في الموقع. تقدر تحول الرصيد بالدوك كوين او بالليت كوين او البيت كوين. تمام يا شباب، هنرجع تاني للموقع. هننزل كده يا شباب تحت. طبعا الموقع مدينا الخطة المجانية اللي هي ايه، بتبقى لمدة معينة، لمدة يوم او يومين حاجة زي كده. هتيجي من فوق هنا يا شباب هتلاقي كل حاجة عن الموقع. طبعا هنا قلنا السحب من هنا اهو يا شباب، بتحط هنا بيبقى هنا رقم محفظتك، بتحط هنا المبلغ وتعمل طلب سحب. بس مفيش رصيد طبعا لينا احنا في الموقع. من هنا تقدر تعرف نظام برضو ايه الخطط، تحدد الخطة اللي انت لو انت عندك حساب في الموقع وعايز تستثمر منه، بتحدد الخطة اللي انت هتشتغل هتودع منها وبتدوس هنا بيحولك على بيحول من حسابك اللي في الموقع.
ترجم برضو باللغة العربية. او مع رصيد حسابك. تمام يا شباب. وهنا في رابط فيديو، لو انت هتقدر تعمل فيديو او عندك قناة وتقدر تبعت لهم تعمل لهم فيديو، بتحط هنا الايميل وهنا بتحط لهم رابط الفيديو وبترسله لهم. لو عندك قناتك جابت فيها مثلا 500 مشترك وجابت 100 مشاهدة، بتاخد 100,000 ساتوشي مستثمرة في الموقع. لو قناتك فيها 1,000 مشترك وجبت 500 مشاهدة، بتاخد 250,000. لو قناتك فيها 10,000 وجابت 1,000 مشاهدة، بتاخد 500,000 ساتوشي. تمام يا شباب كده. وقلنا برضو هنا ممكن تلاقي هنا الديبوزيت، هنا الايداع زي ما احنا قلنا، ومن هنا السحب. ومن هنا السحب، لجان السحب الفرعي الهيبة. وهنا في لعبة يا نصيب، وهنا تغيير المستخدم. ومن هنا يا شباب رابط الإحالة تقدر تجيبه من هنا اهو يا شباب، ده رابط الإحالة. وده لو انت عندك مدونة او موقع، بتقدر تاخد بنار من دول تحطهم اذا كان بالطول او بالعرض. تمام يا شباب. بعد كده في هنا لعبة تقدر ان انت تلعبها برضو زي حظ، بس ما انصحش بالالعاب ديت. بتختار اي صورة من دول وتعمل بلاي، وبتكون عندك مبلغ بتديك 100.95%. ودي كده يا شباب تعتبر كل حاجة عن الموقع. واي استفسار سيبونا تعليق اسفل الفيديو. وبكده اكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو ريت دعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.